children, marriage, and culture. في البداية الكل تبني إذا لو تكتب أسماءكم اللي حاضرين على الجات أحلام المخلود صقل الجراح نور الهدى حنان دواحمة سارة ما كتبت اسمك سارة سارة معنا أوكي ماشي بداية حكينا انه او تتذكروا اللي بالنسبة للسورتينج الجوريثم بالسيكونشال اخذتوها انتو بمادة البكالوريوس بمادة كانت داتا ستراكشر على ما اعتقد او بالالجوريثم فيا اما انها ظهرت عندكم بالالجوريثم و ايضا كانوا هذول ليست بدا انا ما بعرف اذا هذول ليست بدا في السكشن ولا بس المهم هي ما اخذتوها بماده البكالوريوس يا اما بالالجوريثم يا اما بدا في السكشن بالغالب بالالجوريثم فكان في عندكم عده انواع من السورتنج الجوريثم مين جالكسي قال هي اسماء هي اهلا وسهلا اسماء مش مشكله احنا هلا بلشنا يا اسماء ما مش من زمان حكينا السورتينج الجوريثم بالسيكونشال بالمادة البكالوريوس الخطور اللي هي كان في نوع سيلكت سورت في بابل سورت في كويك سورت مير سورت وإلى آخره فإحنا دائما ندرس أفضل أنواع الالجوريثمز زي ما حكينا لما نحسب السبيد أب نقول سيكونشال سورت او السيكونشال الجوريثم على البارلل الجوريثم بس لما تيجي تختار اي تايب من السيكونشال الجوريثم بيست سيكونشال الجوريثم بيست بيرفورمانس بيست خلينا نقول كومبلكسيتي تايم كومبلكسيتي او سبيس كومبلكسيتي افضل انواع الالجوريثم تستخدمها عشان تقارن مع البارلل فاذا كنت تتعامل مع لو تلغوا الصوت الآن نكمل فحكينا انه دائما بتختار افضل سيكونشال الجوريثم فاذا كنا نتعامل مع السورت فافضل سيكونشال الجوريثم بالنسبه للسورت هو يا اما المير سورت او الكوت سورت فخلينا ندرس احنا ايش اللي اخذناه بالبكالوريوس وبعدين ننتقل كيف نعمل البارلايزيشن اذا افضل او The time complexity of big O كان بالنسبة للسورت الجوريثم لأفضل سورت الجوريثم كان N دوجل N Optimal sorting sequential algorithm كانت الـ big O لها N دوجل N إذا كان عندي أنا N element فكم عدد الـ comparisons اللي راح تمر أو راح تتنفذ في هذا البرنامج عدد الـ comparisons راح تكون N دوجل N المقصود بالكومباريزونز انه انا عشان اعمل عمليه سواب او تبديل او اني انقل القيمه من مكانها الى مكان اخر بدي اعمل عمليه مقارنه بالاول
فعندي عدد المقارنات لو تيجي تحسبها بالسورتينج راح تكون لأفضل أنواع اللي هي الكويك سورت أو الميرج سورت راح تكون أنلوج الآن. إذا التايم كومبلكسيتي بالنسبة حكينا السورتينج للسيكونشال أنلوج الآن، فإذا فرضنا أنه كان عندي أنا N بروسيسورز فرضيا أنه مفروض هاجي أقول والله بدي أوسع هذه الداتا على N بروسيسورز، ففرضيا راح تكون التايم لإله إذا بدي أقسمها بحيث أنه أوزع الجهد هذه الأنلوج الآن على N بروسيسورز راح يكون N بتروح مع N فهي بتكون بيكو لوك الآن. فهذا افتراض، هذا افتراض، هل هذا الحكي صحيح ولا لا؟ هذا بدنا نشوفه. لما تتذكروا حكينا البارالل سورت، اذا فرضنا انه فيش تايم كوميونيكيشن بين البروسيسورز، بدنا نجيب هالداتا ونقسمها على هذه البروسيسورز، فالتايم اللي بياخذه السيكونشال بقسمه على عدد البروسيسورز فبيطلع معي الاوبتيمال تايم يساوي التايم سيكونشال على N. إذا فرضنا إنه عدد البروسيسورز N أو إذا فرضت عدد البروسيسور P فبقسمها على B. هذا إيش الثيوري بارت. بس بالنسبة للصوت هل الحكي بيزبط ولا لا؟ بالنسبة للسيرج بيزبط. لما أجي أقول والله أنا عندي بدي أدور على إليمنت من بين 1000 إليمنت وكان عندي 10 بروسيسورز، بنقسم ال 1000 إليمنت على 10 بروسيسورز فبصفي كل واحد معه 100 إليمنت، فالتايم راح يكون عملية السيرج لهذا الميت إليمنت بدها تكون الورست كيس إنه آخر عنصر، فكلهم راح يشتغلوا حتى إنه واحد منهم يلاقي الإليمنت اللي بده يبحث عنه اللي بيتم البحث عنه، فهتكون التايم تبعه اللي هي N عفوا 100. فكانت الداتا بالأول 1000 قسمناهم على 10 بروسيسور صارت الداتا على كل واحد فيهم 100، فاذا الورست كيس راح تكون 100. هذا الحكي صحيح بالنسبه للسيرج برا السيرج، لانه انا لما بقسم الداتا هي لينير عمليه انه ببحث عن بعمل مقارنه مع العنصر الاول والثاني والثالث والرابع، فعندي 100 مقارنه راح تكون بدل ما تكون 1000 مقارنه. اما في حال التعامل مع السورت هل تمشي بنفس النظرية اللي مشت فيها السيرج؟ أولاً إذا بدأ تمشي بنفس النظرية أنا بدأ أقول والله لو كان عندي التايم كومبلكسيتي بالنسبة للبست سورت ألغوريثم هي أنلوك الآن، كان عندي N بروسيسورز فأنا بقسم الأنلوك الآن على N بروسيسور بيطلع معي إيكو لوك الآن. هذه الفرضية اللي قاعد بيبنوا عليها، واللي أنا بدنا نحكي انه اذا وصلنا لسرعه سيرج لسرعه سورت تكون بيجو ان بيجو لوج الان فهي افضل برا السورت، ايش راح يكون افضل منها؟ هذه نبدا على هذه الفرضيه، انه اذا وصلنا لسورتنج الجوريثم بالبارالل تكون لوج الان فاذا احنا وصلنا للماكسيموم بالبرفورمانس بالنسبة للسورتنج. خلينا نرجع شوي لورا نحكي في عنا نوع من السورتنج الجوريثم اسمها كومبير اند اكسشينج. كومبير اند اكسشينج سورتنج الجوريثم شو بيساوي هذا الكومبير؟ يعني هي عملية المقارنة، بقارن بين عنصرين، فإذا وجدت أن العنصر الأول بالنسبة للكونديشن ما بحقق الكونديشن مع العنصر الثاني فبعمل إيش؟ إكستشينج، ببدل العنصر الأول بالعنصر الثاني. فإذا كانت عملية المقارنة إنه أقول والله أنا بدي أدور على الأصغر بدي أرتب من الصغير لكبير، فبنشوف إذا كان العنصر الأول أكبر من العنصر الثاني ببدل. نعمل عملية ascending order.
فاللي بيخليني ابدل انهم مش متتابعات، مش انه الاصغر بيجي وراء الاكبر، لا العنصرين هذول مش محققين الشرط. اما اذا كنت انا بدي ارتب تنازلي فسؤالي راح يكون هل العنصر الاول اصغر من العنصر الثاني؟ فاذا كان نعم ببدل. اذا هي حسب ايش الكرايتيريا اللي بدك ترتب فيها. إذا في أي سؤال احكوا لي. أوكي، إذا أنا لما بدي أقارن بقارن حسب شرط. فهذا الشرط اللي موجود هنا لما أقول والله كيف A أكبر من B بدل، معناته إن بدي أرتب ترتيب تصاعدي الصغير قبل الكبير. إذا الشرط اللي هنا بيعمل تريجر لعملية السواب. إذا حصل إنه وجد إنه A أصغر من B، A أكبر من B، إحنا لازم تكون A أصغر من B. واضح؟ طيب. الآن بدنا نقول لو بدنا نعمل عملية الإكستشينج بين تو كمبيوترز. إذا فرضنا أن نعمل عملية exchange between two computers، يعني نعمل parallel exchange، كيف نسويها هاي؟ هاي computer one، هاي computer two. computer one بحكي لي، وحكينا له أنت تحتفظ بالقيم الصغيرة، والcomputer two أنت تحتفظ بالقيم الكبيرة. إذا كان بس فقط عندي عنصرين بدنا نقارن بيناتهم، إذا كان العنصر الأول اللي هون أكبر من العنصر الثاني اللي موجود في الكمبيوتر الثاني بدل وإلا ما تبدلش. مش هذه هي الفكرة اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي compare and exchange. إذا الفكرة اللي كانت موجودة معنا بالإنديانا compare and exchange بالنسبة للكمبيوتر الواحد لما بدي أرتب عنصرين في نفس الميموري بقارن بين هاي العنصرين، اما بدك تبدل او تعمل عمليه الترتيب لعنصرين على جهازين مختلفات بدك تقول للجهاز الاول احتفظ بالقيم الصغيره والجهاز الثاني احتفظ بالقيم الكبيره، فبدنا نعمل كومبير اند اكسشينج بطريقه ثانيه. الفكره كالتالي، اذا كان عندي عنصرين، اذا فرضنا انه A هو الكمبيوتر الاول يحمل او عنده عنصر A والكمبيوتر الثاني عنده عنصر B، فعشان نرتبهم على هذول الكمبيوترين اول شيء بيعملوا تبادل للمعلومات. كمبيوتر واحد برسل A، هاي ارسلت A، كمبيوتر اثنين برسل B. هلا صارت عملية الكمبير ان بارلل، بيسأل هنا السؤال اف A أكبر من B تحتفظ بإيه؟ هنا اف A أصغر من B، اف A أكبر من B هنا احتفظ في B. حب العكس حسب الاتفاق بيناتهم. فالفكرة كالتالي انه واحد من الكمبيوترين بده ياخذ العنصر الاكبر والثاني بده ياخذ العنصر الاصغر. بكل الحالتين الاثنين بيرسلوا الداتا اللي معهم لبعض. وبتبدا عمليه المقارنه ان بارلل، وواحد منهم راح يحتفظ بالعنصر الاكبر، واحد منهم راح يحتفظ بالعنصر الاصغر، من على بناء على نتيجه المقارنه نفسها. واضحه هذه؟ إذا هذه عملية compare and exchange in parallel. ممكن تسأل نفسك هل منطقي إنه أنا أحط يعني بدل ما عملت sequential sort بين قيمتين أخلي sequential sort أحولها ل parallel sort بإنه كل كمبيوتر يحتفظ بقيمة؟
هل هذا منطقي؟ يعني عدد القيم اللي موجوده بين التو بروسيسورز بيقدر يحمل هو البروسيسور، ليش انا بدي اوزعها مع تو بروسيسورز؟ يعني هل انه حجم الداتا يعني هل قد هائل انه الوان بروسيسور ما بتحملها؟ هي طلع هون بهذا السؤال لما باجي بحكي لك انه عندي بس عنصر واحد A وعنصر واحد B، معناته هي بيعطيني انه بدي ينتهي السيشن بعد 10 دقائق، بنرجع على طول. هل انا منطقي اني بدي اعمل برر الصوت لبين قيمتين؟ اكيد مش منطقي. مزبوط؟ انا ما بعمل برر الصوت بين قيمتين واجي اقول والله بدي اخلي قيمه على جهاز القيمه الثانيه على جهاز الثاني، هي بس فقط هنا كنوع من demonstration كيف بدي انا اتدرج حتى اوصل للبرر الالجوريثم. هنا نحكي لو فرضنا انه عندي عنصرين، فالكمبيوتر الاول بيحتفظ بعنصر صغير، الكمبيوتر الثاني بيحتفظ بعنصر كبير، هاي بس تدرج للمراحل اللي راح تيجي لقدام. اوكي، فالفكره الان لما بدك تقارن بين عنصرين هاي بهالبساطه. لما اجي اقول لك والله الكمبيوتر الاول بده لازم يحتفظ بعدد من الداتا، بتكون يعني مجدية انه بالنهايه البرر السوفت رح يعطيني انه في شيء سبيد اب. فاذا عدد الداتا اللي راح تكون هنا هتكون اكبر من قيمه واحده، ومقدرة مساحة الميموري اللي عند هذا البروسيسور. يعني مثلا عندي ميموري 1 جيجا، اذا بحاول اني انا اعبيه بداتا 1 جيجا. عنده ميموري 16 جيجا، بحاول اعبيه بداتا 16 جيجا، اللي انا اشغله طول الوقت وهو يعمل عمل مفيد. واضح؟ هلا كيف عملية الكومبير اند اكسينج لما تكون الداتا اكبر من واحد؟ يعني هنا لاحظنا بهذا المثال لما تكون الداتا عبارة عن 1 element موجود بالكمبيوتر الاول، 1 element بالكمبيوتر الثاني، كنا بنرسمهم لبعض بصير عندك 2 element بالكمبيوتر الاول و 2 element بالكمبيوتر الثاني. بيعمل عملية مقارنة الاثنين مع بعض المبررين، واحد منهم بيحتفظ بالعنصر الاقل، واحد منهم بيحتفظ بالعنصر الاكبر. هذا في حالة ان يكون عندي الداتا هي عباره عن 1 element. فاذا كانت الداتا اكثر من 1 element المقارنه كيف راح تكون؟ هذا سؤال نشوف اللي بعديها. طبعا هنا هذا المثال بيوضح بالضبط شو اللي صار اذا كان عندي 1 element. فبيبعثوا مثلا زي ما حكيت لكم بروسيسور بي 0 عنده A، بروسيسور بي 1 عنده B، بعتوا الداتا لبعض، هذا طلع المينيموم، هذا طلع الماكسيموم، ورمى العنصر الثاني. يعني أنا إذا طلع المينيموم ب بي 0 هو A، فهو راح يحتفظ ب A ويرمي القيمة اللي أجت من B. أما إذا كانت العنصر الأصغر هي B، فراح يرمي A بدوش يحضرها عنده ويبقي على B. واضح؟ أما بالنسبة للكمبيوتر الثاني بدور على الماكس، عكس الكمبيوتر الاول. في اي سؤال هنا؟ الان هذه بيوضح لك انه كيف اذا كانت عدد الايمنت اكثر من واحد. اكثر من واحد. كيف انا بدي اعمل كومبير اند اكسشينج لاكثر من ايمنت؟ خلينا نشوف احنا على البين شو بصير بالكمبيوتر الاول وشو بصير بالكمبيوتر الثاني.
الآن لو كان عندي أنا هذول two elements طيب لنفرض إنه هذول two elements موجودين between two computers هذول two elements موجودين between two computers عندي كل كمبيوتر مع عنده أربع قيم والكمبيوتر الأول يحتوي على هذه القيم والكمبيوتر الثاني يحتوي على هذه القيم الثانية أول شيء حكينا بيتبادلوا المعلومات فيما بينهم الكمبيوتر الأول بيبعث للكمبيوتر الثاني هاي الداتا يعني بودي له كل الداتا اللي عنده وهذا بودي له كل الداتا اللي عنده مظبوط زي ما احنا لما كان كوبي بيعمل كوبي عنها بدي بعث لي اياها بسند مسج هاي احنا مش ودينا بالاول اذا كان عنده عنصر واحد بوديها كلها ما هو عنصر واحد هو نفس الشيء بس هي بودي ايش العناصر كلها كان بلوك يعني فالاثنين ياخذوا نفس العناصر بصير عندهم نفس العناصر اللي عند الاثنين اوكي فهذا صار موجود مع الكمبيوتر الأول خلينا نحطه هيك ونفس هاي الداتا موجودة عند الكمبيوتر الثاني نفس الداتا هاي موجودة عند الكمبيوتر الثاني بعد ما أرسلوا لبعض البيانات اللي عند كل واحد اتفقنا؟ إذا هذه إيش عشان الهدف منها بعدين بنعمل كومبير كومبير طبعا عملنا اكسشينج للداتا بدي اعمل الان كومبير هلا كيف بدها تصير كومبير الاول مطلوب منه يحتفظ بالقيم الصغيره خلينا نقول انه هذا كمبيوتر ايه الثاني المفروض يحتفظ بالقيم الكبيره بس باقل عدد من الكومباريزون أنا نأخذ وقت كثير بالكومبارسون إن نحن نخلي الكومبارسون أقل ما يمكن بحيث إني أزيد بسرعة البروسيسين الفكرة كالتالي أنا بمسك العناصر عم بدهم يكونوا مرتبين بالنسبة لهم لما أرسلهم لبعض لازم يكونوا مرتبين حتى إني أدور على القيم الأصغر هنا والقيم الأكبر هنا فبمسك العناصر بالنسبة للكمبيوتر الأول بما أنهم مرتبين إذا كانوا مرتبين تنازليا بمسك العناصر من الأسفل من هون إذا مرتبين تصاعديا بمسكهم من الأعلى يعني بما معنى آخر أنه حسب نوع الترتيب إذا أسندنج أوردر بقارن الأول مع الأول والثاني مع الثاني وهكذا وإذا ديسندنج أوردر بقارن من الآخر إذا كان ترتيب تناسلي المهم هذا ترتيب تناسلي إذا من الأساس بقارن العناصر من نهايتها ليش من نهايتها لأنه بدي أدور على عناصر صغيرة فمقارنتي الآن وين البوينتر راح يكون خلينا نجيب بوينتر هاي البوينتر بقارن هذه مع هذه مين أظهر؟ 25 ولا 42؟ 25 ممتاز إذا شو بساوي؟ بعمل عملية جلب بقول والله أنا بأخذ 25 25 هاي 25 أخذتها هلا بما إني أخذتها بحرك البوينتر للأعلى بتحرك خطوة للأمام إذا راح يمشي الخطوة راح يكون بوينتر يمشي خطوة للأمام يصير بوينتر هنا ما زال البوينتر هنا على بالأريه الثانية
هسه بقارن 28 مع 42 مين اللي صار 28 اخذنا 28 معناته باخذ 28 بحطهم هاي 28 وهكذا لما اخذ قيمه من هنا بحرك البوينتر لا حكينا انه توقفنا لما كانت المقارنه بين 28 و 42 و انا بسجل صح مزبوط المقارنه كانت بين 28 و 42 ولانه 28 اصغر من 42 اخذناها حركنا البوينتر للاعلى ما زال البوينتر هنا ما زال البوينتر بالليست الثانيه هنا الان المقارنه بين 50 و 42 مين اصغر؟ هيكون 42 42 فاذا ناخذ ناخذ ب 42 24 الان بده يتحرك البوينتر الى 43 والبوينتر كان واقف هنا لما قارنا ال 50 مع 42 اخذنا 42 تحرك البوينتر من الليست الثاني الى 43 مقارنه الان بين 50 و 43 راح يكون 43 هي الاصغر لذلك راح اخذ 43 ولانه بس فقط منها اربع مقارنات فانتهت العمليه هنا اذا الكمبيوتر A لا بما انه التو ديسكس كل واحده اربع قيم فاربع مقارنات فهذه بنسميها ميرج سورت انه بيجيني انا تو اريز التو اريز هذول سورتد بعمل بهذه الطريقه حتى اني احصل على اقل القيم اوكي بالنسبه للكمبيوتر رقم بي راح يسوي العمليه بالعكس راح تكون العمليه بالعكس راح يكون في عندي بوينتر هنا البوينتر هنا بقارن الان بين ال 98 و 88 بس بده ياخذ القيم الاكبر فهيشوف انه 98 هي اكبر من 88 فاذا راح ياخذ قيمه ال 98 يخزنها عنده وتتحرك البوينتر الى هنا اوكي هلا المقارنه الان بين 88 وال 80 ايهما اكبر؟ 88 اذا باخذ ال 88 وبحرك البوينتر هذا الى الاسفل المقارنه بين ال 50 و 80 بيكون الاكبر 80 إذن بتحرك البوينتر إلى هنا. الآن المقارنة بين ال 50 وال 43 إذا ال 50 هي أكبر بأخذ ال 50 أربع مقارنات انتهت عملية المقارنات فصار عندي أنا أكبر القيم موجودة هنا وأصغر القيم موجودة هنا. واضح هذا؟ هذه فكرة اللي ايش؟ الـ compare and exchange, exchange and compare أو compare and exchange between two computers in parallel. إذا أنا بدي أسوي هذه الخطوة بـ one computer بدي ثمان مقارنات. على two computers صارت أربع مقارنات. واضح؟ ليش ثمان مقارنات على وان كمبيوتر؟ لانه بدي اضلني اقارن حتى اخلص كل الليست اللي موجوده ب التو ليست التو اريز هذه بنسميها ميرج سورت اذا بتتذكروا كان بالبر السور بالايام البكالوريوس اخذنا هذه الطريقه واطلق عليها ميرج سورت هلا عدد بالنسبه للثمانيه اليمنتس هذول المقارنات راح تكون ثمانيه اما بالنسبه للبارلل شفناها اربع مقارنات اذا هذا بدي يقارن اربع مقارنات ياخذ اكبر اللي هو كمبيوتر A
أما كمبيوتر بي فبدي أعمل أربع مقارنات ويأخذ الأكثر. واضح؟ في أي سؤال؟ إذا أنت فيما بعد إذا مر علينا إنه تو كمبيوترز في قيم بيناتهم ويتم إرسال هذه القيم، وواحد منهم بأخذ القيم الأصغر وواحد منهم بأخذ القيم الأكبر، فهذه هي الطريقة اللي بتتم. هذه هي الطريقة اللي راح تتم من خلالها عملية تبادل وتبديل القيم. واضح؟ أي سؤال؟ واضح دكتور. إن شاء الله خير. طب معناته هاي العملية ما بتصعب إذا كان في عندي أكثر من كمبيوتر وبدي أعمل يعني أكثر من كوبي للداتا بتوين، يعني مش بس يعني سورت أو ما بعرف، ممكن يكون يعني أكثر من كمبيوتر هاي الشغلة؟ لا عليك، بس يعني أنت قصدك الداتا نفسها تتكرر على أكثر من كمبيوتر؟ آه، مش يعني هو يعني بيكون في عندي تصير كاباسيتي عالية؟ لا، ليش؟ احنا لما نوزع الداتا على اكثر من كمبيوتر بتصير خفيفه الكباسيتي. قصدك ايش الكباسيتي عالية؟ بالنتورك ولا بال؟ لا يعني لما قصدي انا لما انقل الداتا اعمل الكوبي من الداتا هاي باكثر من جهاز، مش يعني بصير في لود عالي قصدي على الكمبيوتر على الميموري؟ بس انا ما بكرر الداتا، لحظه شوي. اللي بصير انا يعني مثلا لو كان عندي داتا، خلينا نحكي لو كان عندي داتا بهذا الحجم على سبيل المثال N، حجمها N، وكان عندي عدد الكمبيوتر B، خليني بس نلغي الصوت شوي. هلا لو كان عندي الداتا حجمها N كويس، وكان عندي عدد الكمبيوترز D، هاي كمبيوترز 1 2 3 4 وهكذا، فأنا عندي أربع كمبيوترز بدي أقسم هذه الداتا على أربع كمبيوترز، هاي 1 2 3 4، فكل واحد بياخذ جزء، كل واحد بياخذ جزء. هلا سؤال، وين الداتا بدها تكون مكرره؟ هاي الداتا توزعت على اربع كمبيوترز، هلا لما بده اثنين يتبادلوا مع بعض كل اثنين بتبادلوا الداتا اللي موجوده بتخصه اللي عنده، مش راح يبعثها لكمبيوتر ثاني. يعني مثلا لو قلنا بدنا نعمل اكستشينج بين هذا الكمبيوتر 1 والكمبيوتر 2، فالأجزاء اللي راح تتبادل بيناتهم اللي هي هذا الجزء مع هذا الجزء، فمش راح هذا الجزء يروح على كمبيوتر ثاني مثلا، مش راح يروح، بس إنما راح يروح هنا، أو هذا الجزء راح يروح هنا، يعني مش راح يتكرر إنه يروح على هذا المكان. واضح؟ فالفكرة إنه أنا لما بدي أتبادل بين تو كمبيوترز الداتا، كل واحد بيبدل أو بيعطي الداتا اللي بتخصه، ولما يحصل إنه عملية المقارنة وأخذ القيم الأصغر، فراح تكون القيم الأصغر من بين هذه الداتا من بين تو ليست، ولما هذا يأخذ القيم الأكبر بتكون من بين هذه تو ليست. واضحة هذه؟ إذا كان السؤال، أنا هيك فهمت السؤال واضح؟ لا أنا يعني خلاص وصلتني الفكرة، إنه هذه الداتا لما بدي يتعامل مع هذا الكمبيوتر مش راح تروح إلا على هذا الكمبيوتر، بس مش راح يروح على كمبيوتر ثاني. أوكي؟ هلا ممكن يكون في الراوند 2 أو الراوند 3 مش بنفس الراوند إنه يتعامل مع كمبيوتر ثاني، ما في مشكلة، بس بنفس الراوند بالراوند 1
راح يكون تعامله فقط مع سبيسيفيك كمبيوتر. بالراوند 2 ممكن يغير يروح على كمبيوتر ثاني، بس بخلال الراوند نفسها بس كمبيوتر واحد اللي بيتعامل معه. واضح؟ يعني كل اثنين ممكن يتفاهموا مع بعض، يتواصلوا مع بعض، بس براوند واحد. لما تنتهي الراوند ممكن يغير الكمبيوتر او البارتنر اللي راح يتعامل معه، لكن خلال الراوند مش راح يغير البارتنر، راح يكون بارتنر معه خلال ما يخلص الراوند كله كامل ويخلص شغله. مثلا على سبيل المثال الراوند واحد الكمبيوتر واحد، خليني اعمل هنا اسميه هذا الكمبيوتر واحد، وهذا اثنين، وهذا ثلاثه، وهذا اربعه. فاثناء الراوند الاول كمبيوتر واحد بيحكي مع كمبيوتر اثنين، وثلاثه مع اربعه. هيحصل تبادل بيناتهم، مش راح تتبدل البارتنر. ثلاثة مع أربعة راح يضلوا مع أربعة تا يخلصوا. واحد مع اثنين بدي يخلص، بدي يكون مع واحد مع اثنين تا يخلصوا الراوند. خلصنا الراوند ممكن هسه في بعد تيجي تقول غيروا التعامل لكم، تخلي اثنين مع ثلاثة، مع ثلاثة، وواحد مع أربعة. إذا الاثنين مع ثلاثة وواحد مع أربعة خلال الراوند رقم اثنين. فخلال الراوند رقم اثنين راح يكون البارتنر الاثنين هو ثلاثة، والبارتنر الأربعة هو واحد. اوكي؟ طيب نشوف الآن. إذن هذه عملية الايش؟ كومبير اند اكسشينج بالنسبة لـ تو كمبيوترز. نشوف الآن البارالل ميرج سورت. بارالل ميرج سورت هيجي في كمبيوتر نعتبره هو الماستر. فنفرض أنه بي زيرو هو الماستر، بروسيسر زيرو هو الماستر. فهذا الماستر شو بيساوي؟ في عنده ليست. هاي الليست مش سورت الآن. بالنسبة للبرر السورت بالبداية لست ما نفرض من السورت، لأنه أصلا بدي أعمل سورت. النهاية لو كانت سورتد ما سويناش شيء. واضح؟ فهذا ال بدي أعمل برر، بدي أستخدم برر ميرج سورت. فالفكرة كالتالي إنه الليست هذه تتقسم على تو كمبيوترز، تتقسم بينه وبين زميله. فهو قسمهم بين بي 0 وبي 4. ليش اختار 4؟ ليش ما اختارش مثلا على سبيل المثال 7؟ هاي لها سبب، لها علاقة بالتوبولوجي. لها علاقة بالتوبولوجي. فالتوبولوجي هنا هايبر كيوب. التوبولوجي هنا هايبر كيوب. لما نيجي نحكي بين 0 وبين 4 يعني في اتصال بين 0 وبين 4. لما نيجي نحكي انه صار في تبادل للمعلومات او تم تقسيم المعلومات بين 0 و2 معناته في اتصال بين 0 و2، بين 4 و6 معناته في اتصال بين 4 و6. اوكي؟ اذا التوبولوجي اللي موجوده بين ايدينا هي هايبر كيوب. تتذكر التوبولوجي هايبر كيوب؟ تذكروها ولا لا؟ دكتور خليني عشان اعمل ريفرش للذاكره عندكم. الهايبر كيوب كالتالي، هيكون شو؟ هيكون في عندي انا كمبيوتر واحد، طبعا هون بالمثال كان بيتعامل مع مع ثمانية كمبيوتر، مع ثمانية كمبيوتر. هاي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وتتذكروا سابقا كنا نحكي إنه أول واحد بما ان 8 بتكون 3 بيتس بعمليه التقييم، فهي هتكون 0 0 0، هتكون
0 0 1 0 1 0 and 0 1. هنا تكون 1 0 0. طبعا ضروري يكون بهذا الترتيب، هذه اللي مقابل هذه اللي هي 001 اللي هي بتكون 101، وهذه راح تكون 110، وهذه راح تكون 111. ليش انا عملت هذا الترتيب؟ لانه في اتصال من بين 000 مع 001، حكينا بس الاختلاف بينهم 1 بت، في معناته في اتصال بين 000 و 1010، اذا في اتصال، الاختلاف بس فقط في 1 بت اللي هو البت الثاني. هلا بين هذا وبهذا ما في اتصال، بين 000 و 011 ما في اتصال لانه الاختلاف بينهم ببتين، لكن في اتصال بين هذا وهذا لانه الاختلاف بينهم ب 1 بت، وفي اتصال بين هذا وهذه ايضا الاختلاف في 1 بت. تعالوا نشوف الان مين المتصل مع مين بالنسبه لل، طبعا الحلقتين اللي جنبهم نفس الشيء. اوكي، الان بين الحلقتين هذول او بين تو سيلز هذول باجي بقول 001 011، هذه اتصالها بتكون مع هذه. اوكي، و ليش؟ لانه 011 هي بتختلف مع 111 ب 1 بت. ايضا هذه لما اجي اقول هذه اتصالهم بينهم بين بعض ب 1 بت، في اختلاف ب 1 بت. ايضا بين هذه وبين هذه هنا هاي 1 بت، وبين هذه وبين هذه ايضا في 1 بت اختلاف. اذا هذا هو الهايبركيوب. لما اجي اقول والله هو شو سوى؟ قسم بينه وبين اربعه، بين 000 وبين اربعه، يعني هذه بين 0 وبين اربعه في اتصال، في لينك بيناتهم، عشان هيك هو التعامل مع اربعه. بعد شوي الزيرو راح يتعامل مع اثنين، هيك في اتصال بيناتهم، والزيرو راح يتعامل مع الواحد في اتصال بيناتهم. اذا كل بارتنر، كل واحد لما بدي بعد داتا البارتنر لازم يكون في كونكشن. فالالجوريثم هذا بيشتغل على الهايبر كيوب، هاي الميرج سورت اللي كنا نحكي عنها قبل شوي هي هايبر كيوب. فعندي الماستر هنا زيرو، الماستر قسم الداتا بينه وبين اربعه، فهو بياخذ اربعه ليست، اربعه اليمنتس، وال بي اربعه اليمنتس. طبعا لما اجي اقول اليمنت لا تحط في بالك انها عنصر واحد، بس بهذا المثال حاطين عنصر واحد بس للتسهيل. اما لما اجي اقول والله الداتا عندي مثلا على سبيل المثال مليون عنصر وقسمهم على 8، فكل واحد بيطلع له 125,000 اليمنت. اوكي؟ طيب هلا بي 0 بنفس الوقت مع بي 4، بي 0 بيقسم الداتا بينه وبين بي 2. بي 4 بقسم الداتا بينها وبين بي 6. مرة ثانية قلنا انه في اتصال بين 4 و 6، صحيح 4 و 6 في اتصال بينهم. فحددت انه بنفس الوقت اللي بيتقسم فيها، خليني احط اللون احمر، نفس الوقت اللي بيقسم فيها بي 0 مع 2، فبي 4 بقسم الداتا بينه وبين 6. صارت في، اذا شفنا بدنا نيجي نطلع قديش كل واحد كم اليمنت عنده، بالاول كانت 8، صاروا هنا 4 مع هاي مع هاي 4، باخذوا 4. بعد شوي الاربعه هاي بتتقسم لاثنين اثنينات، فبتصفي هون 2 وهون 2 وهون 2 وهون 2. ان باراليل كلهم بصيروا يبعثوا لجيرانهم
فبصير عنده هذا عنصر واحد وهذا عنصر واحد وهذا عنصر واحد وهذا عنصر واحد. فتعبت الجيران وتعبت كل البروسيسور بالعناصر ثم تبدأ عملية السورت. واضحة؟ إذا لاحظ أن هنا لما تيجي تطلع على المسألة هنا فإنه بي 0 مع بي 4 ثم بي 0 مع بي 2 وبي 4 مع بي 6 بعدين بي 0 مع بي 1 وبي 2 مع بي 3 وبي 4 مع بي 5 وبي 6 مع بي 7 كلهم صار عندهم داتا وتوزعت داتا بيناتهم بالانس. فبتبدأ الخطوات هذه بتبدأ الآن بعملية السورتينج ثم بتبدأ بعدين عملية الميرج. اتفقنا لسه؟ طيب قبل لا أكمل بالنهاية هاي الخطوة كل واحد عنده عنصر واحد بهذه الراوند 3. لاحظ هذه كانت الراوند الأول للتقسيم بالراوند الأول هذه ثم هذه راوند 2 ثم هذه راوند 3. هلا بنهاية الراوند 3 صار كل بروسيسر عنده 1 إليمنت في هذا المثال. السؤال الآن لو أنا سألتكم لو كان عندي هذول الثمانية بروسيسرز بالنهاية هذول الثمانية بروسيسرز لو كان عندي عدد العناصر اللي أنا بدي أرتبها 24 عنصر شو راح يصير عندي بالراوند 3؟ كل واحد كم عنصر بيكون بيني فيه؟ ثلاث عناصر. يعني انا ما اقول والله هي 24 عنصر قسمها راح يكون ياخذ هذا 12 وهذا 12. بعدين لما بده يصير تقسيم هذا بده ياخذ 6 وهذا 6 6 و6 ثم بده يصير تقسيم هاي بده تاخذ 3 3 3 3 وهكذا. كل عنصر كل واحد فيه عنده ثلاث عناصر. هلا هذه الثلاث عناصر لو فرضنا انه نبدا الخطوه بعدها عمليه الميرج لازم عشان ابدا بعمليه الميرج يكون هناك ثلاث عناصر مرتبات. لانه اتفقنا قبل شوي انه اذا تعمل كومبير اند ميرج اكستشينج اند ميرج اللي كانت السلايد اللي قبله تتذكروا شو كان هذا بفرض انهم مرتبات. بحكي عن compare and exchange هذول التو سبلتس بفرض انهم يكونوا مرتبات. فاذا هذه الخطوه اذا كان عندي بهذا الراوند 3 اذا كان عندي كل بروسيسور يحتوي على قيم او على elements اكثر من واحد اذا في خطوه مش ظاهره بالسلايد هنا بيعمل سورت بنعمل لوكال سورت لكل واحد فيهم. هاي السلايد اللي بعده ممكن يكون فيها مثال. لا ما كانش في مثال لكن انا بدي اياك تضيف انه في حال انه كل بروسيسور بيحذف طبعا هذا صح كل بروسيسور مش راح يعمل عنصر واحد عشان تكون عمليه السورتنج فيزيبل لازم يكون كل بروسيسور يحتوي عدد من الاليمنتس اللي بتوسع الميموري تبعه عشان تكون التايم بارلل عالي كويس يعطيني في بيرفورمانس. اوكي اذا الخطوه اللي بعديها هذه اللي بدي اوصله في حال انه كل بروسيسور بيحتوي على اكثر من اليمنت بدي يكون هنا في عندي لوكال سورت. لوكال سورت عشان ننتقل للخطوة اللي بعديها. إذا لازم يكون في عندي local sort ثم بننتقل للخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها بيحكي لك ايش؟ نبعث الداتا هذه بعد ما يعمل sort فبي 1 بيبعث الداتا لعنده وبي 0 بيبعثوها لمين؟
لبي زيرو، فبي زيرو بتحتوي على تو سورتد ليست، ولما بتحتوي على تو سورتد ليست راح يقوم بعملية الميرج، راح يقوم بعملية ميرج. ميرج كم تايم قديش بياخذ التايم لتو سورتد ليست؟ خلينا نشوف في مثال قديش التايم لتو سورتد ليست. طبعا مين بده يقوم بعملية السورت هنا؟ بس بي زيرو لحد بيطلع من الموضوع بي 1 وبي 2 بي 3 بيتم بجمع الداتا بي 2 وبعمل سورت بعمل ميرج، وبي 4 وبي 5 بتعمل ميرج، وبي 6 وبي 7 بتروح على بي 6 وبعمل ميرج. ثم بعدين البي 2 مع البي يعني هل شفتوا شيء عملنا فورك موزعنا 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 بعدين بلشنا نجمع. فالنتيجه الان اللي بتطلع من بي 0 مع بي 2 بدهم يروحوا على بي 0 نفسها وبيعمل ميرج، ومن بي 4 لبي 6 بدهم يرجعوا لبي 4 ويعمل ميرج، ثم بالاخر النهايه راح يرجعوا لمين؟ لبي 0 بيعمل ميرج. خلينا نشوف المثال، بس مثال بدي انا بين 2 بين مثلا على سبيل المثال بين 0 بين بي 1 كيف بدهم يعملوا ميرج. لو فرضت انه عندي انا الداتا مثلا 2 5 9 12 11 هاي داتا، والداتا الثانية كانت عبارة عن 3 10 يعطيني انه راح ينهي السيشن بعد 10 دقائق زي ما حكينا، بس ينهي نرجع و 2 مثلا 7 12. طيب المقارنة الآن بدنا نعمل ميرج، اثنين مرتبات صح؟ هاي العشرة مش جاي مكانها، خليني أعتبرها ستة، خليها ستة هلا بدنا نرتب. شو بنساوي؟ حكينا بنحط بوينتر هون وبوينتر هون، مين اصغر؟ 2 على 3 اكيد 2، هي 2 هي حرك البوينتر هنا، مين اصغر 3 ولا 5؟ اخذ 3 احرك البوينتر هنا، مين اصغر 5 ولا 6؟ اخذ 5 أحرك الوينتر هنا، من أصغر 6 ولا 7 ولا 9 أخذ 6 أحرك الوينتر هنا، هلا بين 9 و 7 أخذ 7 أحرك الوينتر هنا، بين 9 و 7 ولا 12 أخذ 9 أحرك الوينتر هنا، بين 11 و 12 أخذ 11 ثم بنزل 12. كم مقارنة سوينا؟ هتجد أنه عدد المقارنة يساوي 8، أو خلينا نقول نفسها عدد الليست، عدد الليست في 2. فعندي هاي مقارنة، مقارنتين 3 4 5 6 7 8. فإذا عدد المقارنات هنا بتساوي بعدد العناصر تو ليست. فلما تيجي تعال تطلع على الرسم هنا، على فرض طبعا في هذا المثال في عندي 8 elements، لما قسمهم بالبدايه عمليه تقسيم بس فقط يعني بوزعهم، ستوصل انه كل في مرحله انه كل البروسيسورز بيحتوا على نفس elements، ثم بتبدا عمليه التجميع. فلما اجي تقول والله هنا 8 elements توزعت كل بالاخر صار كل واحد عنده 1 element، فاول خطوه ان parallel طبعا هي بتصير
كم عدد المقارنات هنا؟ تجد إنها واحد بس. واحد مين 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 حط مكان ثاني. فبيطلع هنا عندي أربعة بروسيسر كل واحد بيمسك تو إليمنت. كم عدد المقارنات هنا؟ لما تيجي الخطوة اللي بعديها التو إليمنت مع التو إليمنت بدي أربع مقارنات. هذه الأربع إليمنت مع أربع إليمنت بدي ثمان مقارنات. أوكي؟ فبالنهاية تطلع الأريه مرتبة بس عدد المقارنات مش قليل بنفس الوقت مش راح يكون زي الليست الأصلية. بدك تشوف هلا الفيزيبيليتي تبعت البرل صوت، هل هذا البرل صوت سليم مش سليم؟ بيعطيني بيرفورمانس. فتيجي عندك اللي اخذنا المعايير الكرايتير اللي اخذناهم سابقا اللي هي كانت السبيد اب والافشنسي وايش والكوست. هذول بدنا نطلع عليهم هذول المعايير عشان نعرف اذا كان شغلنا كويس ولا مش كويس. طيب نشوف الان السلايد اللي بعده بيشرح شوي عن البيجو. هنا بالسيكونشال بيرد سورت اذا بنرجع للسيكونشال هو بيقسم اذا تتذكر السيكونشال بيرد سورت هي بتتعامل مع ثريدز او بتتعامل مع خلينا نسميهم ريكيرسيف. والريكيرسيف هذا بيقسم الاري بضل يقسم فيهم حتى يوصلوا الى وان اليمنت بعدين بيبدا يعمل عليهم ميرج. فاذا بتتذكروا هي بتاخذ مساحه بس فقط يعني مش هي لما يكون بالسيكونشال سورت اللي بيصير انه الاريز هي بتاخذ مساحه بالذاكره. هاي الثمانية اليمنت بتصير اربعتين فهي مساحتين بالذاكره غير الثمانية اليمنت الاصليه. وبرجع بقسم الى اثنينات ثم برجع بقسم الى وحدات فهي بتاخذ مساحه بالذاكره. فالتايم كومبلكسيتي لها هي كان تايم وسبيس كومبلكسيتي. اما الكويك سورت ما بقسم ما بياخذ مساحه بالذاكره انما بياخذ التايم لحاله. الان نرجع للميرج سورت كسيكونشال. فبقول لك شيء بالاساس بتكون انا عندي ان ثم ان على اثنين ثم ان على اربعه ثم ان على حديث ما تصبح وان اليمنت. وبرجع يعمل عمليه ميرج فبمر بالخطوات السابقه بس بشكل عكسي. فلذلك انت لما بيجي بقول لك هنا واحد في ان المقصود فيها كانت هي الان الاصليه وقسمها الى قسمين تعامل معها عفوا تعامل معها ثم بعدين قسمها الى قسمين. فان اثنين ليش ضربها باثنين؟ الان اثنين هذه ليش ضربها باثنين؟ لانه اثناء التقسيم كانت ان بالاول صارت ان اثنين ولما بدها ترجع بالشكل العكسي كمان بده يعمل عملهم يرجعهم من ان اثنين الى ان اثنين. فلذلك اللي بيصير انه ليش ضربها باثنين؟ لانه بالاثناء وهو ماشي بعمليه التقسيم هاي بياخذ تايم وهو ماشي بعمليه الجمع بياخذ تايم عشان هيك بتنحسب دائما اثنين. هنا كم مره؟ اثنين اس اثنين يعني اربع مرات وهذه ايش؟ مقسمها اربع اقسام. فبتلاحظ انه عمليه الميرج اول شيء هي التقسيم جزء منها للتقسيم وجزء منها للميرج وهكذا. لما اجي حسب التايم كومبلكسيتي هذا الحكي المفروض اخذته بالالجوريثم بيعطيني بالاخر هذه مجموعهم يساوي ان لوج ان ان لوج ان. اوكي هلا البارلل سورت شو اللي راح يصير؟ البارلل سورت راح يبدا بعمليه التجميع نفس الشيء بيقسم وبيجمع. البارلل سورت هذه بتصير امبارلل بدل ما تكون يعني اي خطوه عمليه ترتيب وعمليه الميرج هي بتصير امبارلل.
يعني انا عندي اربع بروسيسورز، ما بجي بقول بضرب باربعه، انما هو كلهم بصيروا بنفس الوقت، كلهم بصيروا بنفس الوقت. فلذلك بالبرل سور بقسم 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 بعدين بجمع، فكلهم بضربوا اثنين، ما راح يجي كل واحد له حسبته لحاله، كلهم بضربوا اثنين. فبيطلع معي لما حسب القانون او حسب المعادله هذه، لما تيجي تحسبها بيطلع معك القيمة 4. فالتايم بارالل تايم كومبلكسيتي لها 4 ان، والتايم سيريال التايم كومبلكسيتي لها ان دبل ان. لما تيجي تقسمهم على بعض السبيد اب راح تكون ان، سنحطها ان دبل ان على 4 ان. لما تيجي تشيل ان مع ان فبيساوي لوب الان على 4. اوكي، اي سؤال؟ اذا السبيد اب هنا تحسنت ب مقدار لوب الان على 4. خليني هين توقف هنا عند الميل سورت، برا الميل سورت. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ واضحة هذه ولا في مشاكل؟ احكوا لي. مراجعة هي. نعم، بس ترى بالنسبة لي لو جيت سألته نفسكم ليش هو ضرب اثنين؟ طلع لي هلا بالبداية. التايم برر اوكي طلعناها. هي عرفناها. لا السيكونشال ايش مشكلته بالسيكونشال؟ السيكونشال هي ليش قسمت على اثنين؟ ان على اثنين، 2 أس 2 على ضرب إن على 2 أس 2. طيب خلينا أسترجع معكم السيكونشال اللي تذكروا، تعالوا السيكونشال ميرج أو السيكونشال ميرج سورت. لو كان عندي أنا طيب إذا كان أنا عندي إليمنت هي السيكونشال، مثلا خلينا نحط أنا إليمنت عندي 11 50 30 45 30 2 6 9 مثلا. هذول elements عبارة عن array. فإذا تتذكروا هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وشو كان يسوي؟ خلينا نشيل 9، خلينا نقول أساس عدد تزوج. فهو شو كان يسوي؟ كان يقسمها إلى قسمين بالأول، بالبرل بالعفو مش بالبرل بالسيكونشال سورت، كان يقسمها إلى قسمين. قسم واحد وقسم اثنين. اوكي، هذول القسمين كل واحد له هذا بس السيكونشال اللي بعدني بحكي انا، ورد يقسمهم القسمين هذول بده يقسمهم على اثنين، فراح يكون عندي بهذا الشكل. كيف برد يقسم هذه كمان نفس الشيء الى قسمين، هاي قسم وهاي قسم. راح هاي اللي بحكي لك، يعني اول شيء كانت
قسمه على اثنين وبعدين رد قص الاثنينتين هذول الاربعاتين قسمهم كل واحد لقسمين فهي صفت باربعة بتضرب هاي هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي إذا هاي بتصير سيكونسي مش راح يكون إن أنت تو بروسيسر بيشتغلون طرالي معي ولا مش معي يعني هذه لما جينا حكينا بالمعادلة هاي أول مرة أخذهم زي ما هم بعدين قسم ال نفس هذه قسمها إلى قسمين ما أنت اللي تضرب اثنين هاي هسه بالوقت الحالي قسمها إلى قسمين هاي أول خطوة ماشي هلا الضرب اثنين تيجي بسبب إنه هو راجع كمان بده يجمعهم بس هذه ليش أربعة السؤال هنا كان ليش هاي أربعة لأنه بالخطوة وهو رايح يقسم راح تكون هذولا أربعة يعني هاي 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 قسمها إلى قسمين هاي واحد هاي قسمها إلى اثنين قسمين هاي اثنين وهو راجع بيجمعهم كمان هيكون خطوتين هيصير أربعة تعال نشوف هنا ليش ثمانية هاي اثنين أس ثلاثة بتكون ليش اثنين أس ثلاثة ثمانية اللي خطوة اللي بعديها لأنه هذه الأربعة كل واحد فيهم راح يقسمها إلى قسمين فبصير عندك أربع خطوات وهو راجع بده يعمل نفس عملية الميرج أربع خطوات أربعة بأربعة أربعة زائد أربعة هي ثمانية يعني هو بده يضل يقسم بالميرج صور يقسمهم حتى تصل عندي عنصر واحد حتى تصل عندي عنصر واحد بعد ما يصير عندي عنصر واحد تبدأ يجمع فيهم هاي قسمهم هاي قسمهم وهي كمان قسمهم طيب كيف تجمعهم هاي بعد ما صار عندي عنصر واحد تبدأ عملية التجميع بدي يصير يحكي إذا تتذكروا هاي مع هاي ترتيبهم واحد وعشرة صحيحة يصير واحد عشرة طب هذه مع هذه ترتيبها ثلاثين خمسين ثلاثين خمسين طب هذه مع هذه ترتيبها ثلاثة ثلاثين هذه مع هذه هتصير 33 44 أما إنه هذه مع هذه بس لاحظ إنه هذا سيكونشال يعني وين بروسيسر بيشتغل كل هالشغل هتكون 62 طيب الخطوة اللي بعديها بجمع هذول الأربع أجزاء الأربعة اثنينات فلما بيجي يعمل عملية التجميع حكينا ميرج سورت الواحد يكون ترتيبه واحد عشرة ثلاثين خمسين هنا صحيحة واحد عشرة ثلاثين خمسين ميرج سورت هنا راح يصير عن اثنين ستين سجل بس خلاص تأكد إني بسجل ما بسجل كويس اثنين ستة ثم ثلاثة وثلاثين طيب الخطوة الأخيرة اللي هي إنه يجمع التو ليست هذول عشان هيك أنا ضربها باثنين فبيطلع عندي وان ليست وتكون مرتبة هذه الوان ليست اللي هي واحد بعدين ستة بعدين عشرة بعدين ثلاثين ثلاثة وثلاثين بعدين واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة خمسة أربعة وأربعين ثم خمسة اوكي فهذه شوفي بالبدايه كيف قسمهم ماشي بخطوات هاي ماشي بعد ما الخطوات اللي ظهر امامكم اللي هي عمليه التجميع
فهي اللي هي الخطوة الثانية لما بيجي بقول بدي ليش ضرب باثنين وليش ضرب باربعة، التكرارات اللي صارت ترجع تنضرب بشكل عكسي. فهنا أول مرة حكى واحد في أمن، بعدين اثنين في أمن اثنين. طب ليش اثنين بأمن اثنين؟ لأن الأمن اثنين أثناء التقسيم بتصير خطوة، وأثناء التجميع بدها تصير كمان هاي الخطوة. ثمانية اثنين وست اثنين في أمن على أربعة، فهي نفس الشيء وهكذا. فبالآخر طلع معي الميرسور يأخذ بيكو هالبوكيلان. أوكي؟ في أي سؤال؟ طيب هذه بالنسبة للتايم كومبلكسيتي للميرسور سيكونشن والبارل سورت مرر الميرسور. ومن هذا المثال بيتضح لنا انه انا السبيد اب بتساوي قيمه التايم كومبلكسيتي على السيكونشر على البارالل، فبيكون عندي ان لوج الان على 4 ان، فالان بتروح مع ان فبيبقى عندي لوج الان على 4. هذه تعتبر لوج الان على 4 سريعه اسرع من السيكوينشال سورت، والبرفورمانس لديها افضل. هذا على فرض انه انا الداتا اللي عندي والانعاد. هو حقيقه الان لما اجي اقول والله انا جيت حسبتها من ناحيه انه بعمل اجنورنج للكوميونيكيشن بارت، وهي حقيقه الامر هذا الكوميونيكيشن بارت موجود مش انه مخفي معي. هلا اذا فكرنا كويس نجد انه التايم كومبلكسيتي لانها او خلينا نقول البرر الصوت عالي سريع ممتاز اشي لازم اقبله. لكن اذا بدي ادور على نحكيها بالشكل الثاني انه نشيل كل الجماليات اللي حطيناها في هذا الموديل، نيجي نقول في جوانب احنا ما كناش او اخفيناها لازم نظهرها، اللي هي مثلا تايم كوميونيكيشن والتايم اللي في عمليه الديفايد هذين ولما بدهم يجوا يتراسلوا مع بعض يعملوا عمليه سبليت، ولما بدهم يتراسلوا مع بعض عشان يعملوا عمليه الميرج. يعني في اشياء مخفيه مش موجوده بالالجوريثم هذا. واذا كانت بالليفل اللي بيكون رقم ثلاثة اللي كان كل واحد أو كل كمبيوتر بيحصل على one element، لكن ممكن يكون كل كمبيوتر ما بيحصل على one element. بالنهاية قسمتهم بطريقة عادلة، كل كمبيوتر بيحتوي على عدد من الelements أكثر من واحد، فإذا في عندي لسه كمان local sort. فخلينا نحسب time complexity بهذه الحالة كيف نسويها. السيكونشال نفس الشيء انلوج الان، البارلل كيف بنسويها؟ لو خلينا نطلع على هاي المساله الموجوده امامنا، فنفرض انه هي هاي البارلل بعد ما قسمناها. او خليني ارجع للرسمه هذه عشان تشوفوها احسن. شوفي عندي هنا وان تايم كوميونيكيشن، لما بيجي هذا البي زيرو مش بيقسم الداتا الى تو ليست، بيحتفظ هو بليست وبرسل الليست لبي فور، هاي تايم كوميونيكيشن. طبعا اللي بيحتفظ فيها لنفسه مش تايم كوميونيكيشن لانه بتضغط بالميموري عنده. لما بيجي هذا بي زيرو بيبعت لبي تو وبي فور بيبعت لبي فايف مش تايم كوميونيكيشن، بي 0 لما يبعث لبي 1 وبي 2 بيبعث لبي 3 وبي 4 بيبعث لبي 5 وبي 6 بيبعث لبي 7، هاي كلها تايم كوميونيكيشن. ولما يجي يجمع منهم تايم كوميونيكيشن. اذا اذا بدك تطلع على التايم كوميونيكيشن هنا هتجد بدي احاسبها على اساس انه على عدد الاليمنت. لما ابعث بدي احسبها بشكل ثاني، بقول والله التايم كوميونيكيشن لما ببعث 1 اليمنت هي 1، لما ببعث 2 اليمنت هي 2،
رقعات 3 إليمنتس هي 3 إذا فرضنا بدنا نخرج بهذه الطريقة. متفقين؟ فإذا الأول التايم كوميونيكيشن لهاي بدها تكون كم؟ 4. بعت 4 إليمنتس بالمثال هذا. التايم كوميونيكيشن لهنا 2. طبعا هاي 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 وهاي 2 بس لأنه بتصير امبارل بناخذ ايش؟ أعلى قيمة. تذكروا لما كنا ناخذ أعلى قيمة ما بجي بقول والله بدي أجمعهم. ولا باجي باخذ أقل قيمة باخذ أعلى قيمة. فإذا التايم كوميونيكيشن بالأولى 4 بالثانية كان 2 بالثالثة كان 1. لما بدي يصير يجمعهم الآن التايم كوميونيكيشن هنا 1 هنا 2 وهنا 4. إذا أيضا التايم كوميونيكيشن بياخذ نفس الأسلوب في عدد الإليمنتس اللي تعمل معها. يعني لما جينا حكينا 2 طبعا بالبارابل خلينا نشوف البارابل عشان نشوف المعادلات اللي اخذناها بالبارابل هاي هنا شو كانت هنا عندي اول شيء انا على 2 انا على 2 و 0 هي انا على 2 عفوا انا على 1 هذه ثم أن على 2 أن على 4 أن على وهكذا. فالتايم كوميونيكيشن نفس الشيء كان بياخذ أول مرة 2 4 6 وهكذا 8 عفوا. فهنا اللي كان بيحسبها بهذا المثال عملية التقسيم بهذا المثال بهذا الجزء بيحسب عملية التجميع عم تقول كم كوبراتيف بتصير. فإذا معناته التايم كومبلكسيتي هذه تنجمع معها التايم كوميونيكيشن والتايم كوميونيكيشن بياخذ وقت. فإذا نقرر المير سول مش زي ما احنا متخيلينه جدا البرفورمانس تبعه عالي إلا إنه إذا كنت تتعامل مثلا على سبيل المثال مع مليون إليمنتس ولما تيجي تقسم المليون إليمنتس هذه على 8 بروسيسرز بيطلع عندك نصيب كل واحد فيهم 125 ألف إليمنت. فلوكال سورت هنا بتيجي تحسبها تلاقيها لكل بروسيسر بيشتغلوا ان بارلل طبعا هي 125 ألف لوك ال 125 ألف يعني ان لوك الان الاصليه كانت مليون بدل ما انا اتعامل مع مليون ضد المليون انا بتعامل مع 125 الف ضد 125 فهي قيم اكيد تاخذ تايم اقل من المليون ضد المليون. هلا اذا كان التايم كوميونيكيشن يعني خلينا نحكي نيجليجبل او خليناش نحكي نيجليجبل قيمته صغيره والنتورك اللي احنا حاطينها كفائتها عالية وبتنقل الداتا بسرعة عالية فالتايم كوميونيكيشن بالنسبة لعملية الكومباراتور تاخذ وقت وبالنسبة لعملية الالوكيشن في الميموري تاخذ وقت اقل فاذا معناته البارير سورت تكون اسرع. تتذكروا لما اخذنا البارير سيكوريزيشن هذه هنا بيجي دور البارير سيكوريزيشن لما تجي نقول والله ما بقدر ابشر الخطوه اللي قدام حتى ما اخلص الخطوه اللي قبل. فهنا لما نيجي نحكي والله ما بقدر انتقل للخطوه 2 الا ما تكون عمليه التوزيع تم ما بقدر انتقل للخطوه 3 الا ما تكون عمليه التوزيع تم وبالشكل العكسي ما بقدر اعمل عمليه التجميع لهذه الداتا الا لما اكون خلصت الخطوه اللي قبلها. فهذا كانت البريال سينكرونيزيشن وكان الطريقة الوحيدة اللي بنقدر نوقفهم يستنوا بعد يخلصوا الخطوة أو المرحلة اللي هم فيها اللي هي باستخدام البريال سينكرونيزيشن. واضح؟ أوكي؟ إذا ما في أسئلة احنا راح نتوقف لهنا اليوم، المرة الجاية بنكمل على إذا طبعا فهمنا الدرس هذا مضبوط حتكون اللي بيعتمد عليه حتفهمه بسرعة. دكتور
دكتور ما تنسى تحط لنا السلايدات يعني عشان نراجع اكيد اكيد بدي احط السلايدات اليوم ان شاء الله وكمان التسجيل ببعثهم للكليه عشان كمان تكون متوفره ان شاء الله باذن الله طيب البقيه ما في عندهم اسئله؟